بسم الله، النهارده معانا رسمه جديده للميكانيكال دروينج. هنعمل النهارده رسمه للصواميل والمسامير. الرسمه اللي معانا دي، الرسم في الصواميل والمسامير ما بيعتمدش جدا على الابعاد او الاطوال وكده، هو بيعتمد بشكل اساسي على الكونسبت بتاع الرقم بتاعك اللي هو الام، ام 20، ام 36، ايا يكن. الرقم ده انت بتاخد منه النسب بتاعته وبتبدا ترسم عليها اللوحه. هي دي الرسمه اللي معانا. زي ما انتم شايفين احنا هنعمل الصواميل والمسامير بالطريقه دي. هو مدينا في الحاله دي الكونسبت او الرقم بتاعنا 36، هنشتغل عليه وهنشوف دلوقتي معانا في الكاميرا بتاعت اللوحه. احنا عندنا اربع انواع، اربع رسومات المفروض نرسمها. هو بيتلخصوا في اتنين، في رسمتين، هي دي ودي، تمام. الرسمتين الباقيين يعتبروا نفس الحاجه. دي عبارة عن مسمار الراس بتاعتها وصامولة ربطها من تحت، ودي عبارة عن مسمار عادي جدا من غير صامولة تحت، دي عبارة عن مسمار من غير الراس بتاعته فبنربطها بصامولة، ودي عبارة عن عمود ومربوط بصامولة من الناحيتين. الرسمتين دول فيهم كل حاجة نقدر نعمل عليها. هو في الأول كده المسامير والصواميل وكل دول بيتحطوا في حاجه زي الاسمنت او حاجه بتتخرم فيها ويتحط فيه، اللي هو الجزء ده. الجزء ده هو اللي بيدينا المقاسات بتاعته. هو في الحاله دي مديها لي 30، اللي هو 3 سنتي او 30 مللي و5. فانت بتاخد بس خط من هنا اللي هو بالمقاس اللي انت عاوزه وتقيس 30 و50 80، فتقوم 8 سنتي وقافل من تحت، وتقوم عامل هنا اي رسم انت عاوزه. التهشير مش هيبقى دلوقتي، هيبقى بعد الرسم بس كده. ده عباره عن الحاجه اللي انت ترسم فيها. دلوقتي الصواميل والمسامير والحاجات دي كلها ملخصه في 3 حاجات، وكده كده هما الرسم بتاعهم او طريقه الرسم بتاعهم ليها حاجات معينه. يعني هو بيدي لك رقم اسمه ام كذا، ام مثلا 20، ام 36، مش هتفرق. انت بقى بتاخد النسب بتاعتها وتقوم قاسم، يعني مثلا ايه 20، بتقوم ضارب ال 20 دي في 0.4. هنشرح دلوقتي. في البدايه كده المسامير والصواميل والحاجات دي هي عباره عن مجموعه حاجات. زي ايه؟ دلوقتي في المسمار العادي اللي بيبقى ليه راس، تمام؟ اول حاجه. وفي الصاموله، وفي المسمار العادي اللي بيبقى فيه راس بس من غير صامولة بتربطه من تحت. هو دي الثلاث حاجات اللي بيترسموا. يعني حتى الرسمتين التانيين نفس الحاجة يعتبر. في البداية كده احنا الام عندنا عبارة عن السؤال نفسه، هو اللي بيديها لنا. الام عندنا هنا في المسألة دي او في الرسمة دي 20 20، تمام. دلوقتي هو هيظهر لكم ورقة هتفهمكوا ايه الاحداثيات اللي انا بتكلم عليها. هي دي الاحداثيات، هتحفظها خلاص كده. انت ممكن ترسم اي صامولة، اي مسمار، اي حاجة. هو بتبقى احداثيات ليها رقم معين، تمام. في البداية كده ازاي ترسم الصامولة او المسمار او الكلام ده، انت هتبدأ الاول لما يبقى عندك في اول رسمة دي، تمام. هيبدأ الاول عندك هنبدأ من فوق، تمام. فهيبقى عندنا الراس بتاعت المسمار والصامولة تحت. الراس بتاعتنا دلوقتي عشان نقدر نرسمها احنا قلنا 20، الام بتاعتنا 20. فالرسم بتاعتنا او الطول بتاعنا بيبقى عبارة عن دي 0.7 من ال 20، اللي هي 20 في 0.7 هيساوي 14. دي المفروض ان هي 1.4 سنتيمتر. فانت هتقوم واخد خط هنا بطول 1.4 سنتيمتر، تمام، زي الفل. وبعدها نفس الناحية، وبعدين تقوم واخد من هنا خط. طبعا فوق بعد ما انت رسمت الجزء ده هتقوم واخد من هنا خط. الحجم بتاعه 1.8، فاحنا هنقول 20 1.8 هتساوي 36. فالجزء ده هيبقى طوله، هتقوم عامل مربع او مستطيل، يعني طوله 1.4
و3.6 وتقوم مقفله، هنا 1.4 وهنا 3.6 تمام. بعدها هتقوم مقسم الراس بتاعت الصامولة لتلات أجزاء، جزء منها هيبقى 0.4 اللي هو الجزء ده، و0.4 الناحية التانية، فبالتالي المفروض 0.4 مع الضرب يعني 20 في 0.4 هيبقى 8، فهتقوم واخد من الناحية دي 8 سنتي 8 ملي، وتقوم واخد خط، ومن الناحية دي 8 ملي، وتقوم واخد خط تاني، فبالتالي المفروض يعني إن النسبة بتاعة الجزء الكبير ده هتبقى 0.9، المفروض إن دي كلها هتبقى 1.8. ده كده تمام، انت كده وصلت لجزء مهم حلو. بعدها بقى هتبدأ تقوم واخد من المنتصف هنا بالظبط من النقطة دي مسافة 1.5 من 20، فهتبقى 1.5 في 20 هتساوي 30، فهتقوم واخد بالبرجل 3 سنتي وتقوم حاططها عند النقطة دي وتقوم رسم خط هنا. النقطة اللي هيلتقي فيها خط المنتصف، المنتصف بتاعك مع البرجل، هيبقى هو ده النقطة اللي هتحط عندها البرجل تاني، هي هنا اهي، وتقوم راسم، تقوم راسم بالبرجل تاني عند الحتة دي، الطول من هنا لحد الراس بتاعت الصمت، وتقوم راسم خط. في ساعتها هيجي لك الكيرف ده، الكيرف ده لما هتيجي توصله، لما هيجي يوصل من النقطة دي، هيجي يوصل من النقطة دي لحد النقطة دي، خلاص كده تمام. المفروض فاضل لنا كمان في هنا جزء طبعا عامل كده لأن لسه مربع، الجزء ده عشان نقدر نرسم الكيرف بتاعه اللي هنا واللي هنا ونقدر نمسحه، فالجزء ده عشان نعرف نرسمه هنقوم واخدين 1.4 بنفس الأسلوب اللي رسمنا بيه الجزء ده بالظبط، 1.4 بس هنا بقى بدل ما هي 1.5 ونقوم نازلين لتحت، هنقوم واخدينها من عند النقطة هنا من المنتصف بتاع دي 1.4، ونقوم نازلين بالبرجل هنا وواخدين خط من عند النقطة، المنطقة اللي هيتقسم فيها هنقوم واخدينها تاني 1.4 نفس المقاس وعاملينها هنا. ده السبب بتاعه ايه؟ ان احنا نقدر نوصل بمماس يبقى بالظبط الخط بتاعنا مماس للخط لاخر حاجة في راس المسمار. ده كده ايه الجزء بتاع الراس بتاعت المسمار. نيجي عند الجسم بتاع المسمار نفسه، الجسم بتاع المسمار سهل جدا، هو خط مستقيم مفهوش اي حاجة، بس الفكرة فيه ان هو العرض بتاعه هيبقى 1.1 من الرقم بتاع الام بتاعنا، ف1.1 في 20 هتساوي 22، ال 22 دول هنقوم واخدين مسافة 11 من هنا و11 من هنا مظبوط كده، ونقوم منزلين خط كده، احنا عملنا المسافة اللي احنا بنمشي فيها تمام. بعدها عشان نقدر نعمل الجزء اللي هيتربط فيه اللي هو الجزء ده، بنقوم منقصينه 0.85، فاحنا دلوقتي 0.85 في 20 هتساوي 17، 17 على الاتنين هتساوي 8.5، 8.5 من هنا و8.5 من هنا، بعد ما قفلنا الطول اللي هو طلبه مننا، لأن الأطوال دي بتطلب، هو في الحالة دي كان طالب الطول هنا 6.5، 6.5 سنتي الطول ده، وهنا باقي الطول للآخر هنقفل بقى الحتة دي عشان يبقى هو ده الجسم بتاع المسمار، بس هيبقى التخن بتاعه أو التخانة بتاعته 0.85. ده كده احنا قفلنا المسمار للجزء ده تمام. عشان نقدر بقى نعمل الصامولة نفسها، الصامولة بتتعمل بنفس طريقة المسمار اللي فوق، هي نفسها بالظبط مفيش أي اختلاف، غير إن أنت أهم حاجة تفتكر إنك لما هتعمل الصامولة من فوق برضه هتعملها من تحت، لأن دي مش راس مسمار زي العادي، لأ دي صامولة، فمن الناحيتين بتبقى مرسومة، بتاخد مجهود أكبر بس يعني
نفس الحاجة بالظبط، هي ما فيهاش أي فرق. في بقى الحتة دي الجزء اللي بيتربط عنده الصامولة. الجزء ده بيبقى كمالة للجزء ده، تمام؟ فأنت بتاخد من هنا، بتقوم نازل من هنا للمسافة اللي هو طالبها منك. الصامولة نفسها بتبقى أضخم شوية من الراس بتاعة المسمار بسبب الكيرف اللي بيطلع عنده. فأنت الطول بتاعك بدل ما هيبقى 0.7 هيبقى 0.8، تمام؟ فأنت دلوقتي هتقوم واخد 0.8 في 20 هيطلع 16، فدي 16 سنتي. التخن العرض نفسه هو نفس الحاجة بالظبط، التخانة نفسها هي نفس دي، نفس الحاجة بالظبط. تقدر حتى تاخدهم بنفس الخط المستقيم، يعني هو نفس الخط اهو، فانت تقدر تاخدها من هنا كده اهو كده. يبقى انت كده رسمت، عملت الرسم مظبوط جدا بحيث ان هي ما يبقاش فيها غلط لما حد يجي يصحح لك، ان مثلا ما تبقاش الصمولة دي رايحة يمين شوية شمال شوية، لا هي مظبوطة بالظبط مع الراس. الجزء بقى اللي انا كنت بتكلم فيه اللي هو الراس اللي بتدخل عندها الصمولة، الجزء بتاع الراس اللي بتدخل عندها الصمولة بيبقى عبارة عن 0.35 الطول بتاعه من الطول بتاع ال20. فهنقول 0.35 في ال20 هيطلع 7 مللي، فدي طولها 7 مللي. انت كده خدت مربع بنفس المسافة بتاعة 0.1، قصدي واحد من غير ال 0.1، واحد من هنا، فاللي هي 20 يعني دي هتبقى 10 و10. خلاص خدنا هنا 10 سنتي و10 سنتي، والطول بتاعنا كام؟ الخط بتاعنا هنا 7 مللي اللي هو 0.35، تمام؟ وبعدين هنقوم واخدين من عند ال 0.85 اللي هنا خط تاني، بحيث بس ما نعملش خط باين، خط خفيف خالص عشان احنا هنمسحه تاني. بعد ما تعمل الخط ده هيظهر لك هنا نقطة ما بين الجزء ده والجزء ده اللي هو المثلث. تقوم واخد بال45 خط هنا، واخد 45 خط هنا، وبعد ما تخلص خلاص انت كده رسمت الأساسات بتاعتك. هتبدأ تعمل حاجتين، أول حاجة هتهشر في الجزء في الخرسانة اللي انت خرمت فيها، ده للتهشير للخرسانة نفسها. انت كده خلصت خلاص تقريبا الرسمة، وتبدأ تمسح الأجزاء اللي هتبقى بايت عندك هنا. فانت مثلا هيبقى عندك هنا مربع وجواه دايرة، هتمسح الجزء ده خالص. وبرضه في الصامولة نفس الحاجة بالظبط، هيبقى عندك هنا مربع وعندك هنا مربع، هتبدأ تمسح الحتت دي اللي بتزودك درجات، هي دي اللي بتنقص الواحد لو انت ما عملتهاش. الجزء التاني من الرسمة عبارة عن الراس العادية جدا بتاعتنا، راس المسمار عادي جدا، زي ما قلنا 0.7 في ال20 هيبقى 14، فانت دي هتبقى 1.4، والطول بتاعها 1.8 في ال20 هيبقى 36، فدي هتبقى الطول بتاعها 36 عادي جدا. 1.1 للتخانة دي، 0.85، وبعدين هنوصل بقى عند الجزء ده. ده الجزء الجديد في الرسمة بتاعت المسمار لما يبقى من غير صامول. الجزء ده في البداية كده احنا قلنا ان دي 1.1، دي واحد بس، دي بقى ال 0.85 هي الجزء ده. اول ما هتوصل، اول ما تبدأ تاخدها من هنا. الجزء ده عبارة عن ايه اصلا؟ الجزء بتاع ال 1.1 والواحد ده عبارة عن الجزء اللي بيبقى حلزوني كده، فاهم؟ اللي هو بيبقى عبارة عن اللي هو بيبقى ماشي كده، بس احنا ما بنرسمش الجزء ده طبعا، اللي هو بيبقى عبارة عن حاجة ماشية كده اللي بيخرم في الخرسانة نفسها. فانت بتعمل ايه؟ السمك بتاعها 0.1، يعني حاجة صغيرة جدا، بس طبعا احنا مش هنقدر نرسم كل ده، فاحنا بنعمل ايه؟ 1.1 وواحد، ده الفرق ما بينهم. الجزئية دي بقى بنوصلها ببعض من 1.1 للـ1.8
بالمثلث ال45. يبقى معانا المثلث ال45 هنوصل الجزء ده، هو طبعا بيدي لك الاطوال، انت ده طوله هيبقى قد ايه، ده طوله هيبقى قد ايه. في الحاله دي الطول بتاع الرسمه دي 5.5 لحد هنا، لحد الجزء ده. الجزء ده بقى هو هيقول لك تاني هو بكام. انت هتبدا ل5.5 لحد هنا، وبعدين هتقوم واخد الجزء ده وتوصلهم ببعض من الواحد بوينت واحد لحد الاو بوينت 8.5، تمام. وبعدها هتقوم شايل الخط بالطول اللي هو طالبه منك، ده طبعا التخانه بتاعتها 0.85، وتقوم قافلها. خلاص كده احنا خلصنا الجزء ده. المثلث ده بيتعمل مش بالمثلث ال 45، بيتعمل بالمثلث ال 60. عند الزاويه ال 30 هتقوم حاططها. ليه الزاويه ال 30؟ عشان الجزء ده المفروض إن الزاوية ما بينه هتبقى 120، تمام؟ الزاوية ما بين الحتة دي والحتة دي 120، فإحنا عايزين الجزء ده يبقى 60 وده 60، فطبيعي هنستخدم الكمالة بتاعتها اللي هي إيه؟ 30. هتقوم واخد من الجزء ده لحد خط المنتصف، وتقوم واخد من الناحية التانية الجزء ده لحد خط المنتصف، فيبقى عندك المسمار معمول بالطريقة دي. وهو ده الشرح بتاع الصواميل والمسامير والأبعاد بتاعتهم. أهم حاجة بس تبقى حافظ الأبعاد بتتقاس إزاي، إن دي 0.7 ودي 0.8، إن الجزء ده بيبقى 1.1 وده واحد عادي، ده 0.85، وإن الجزء ده 0.35. كده أنت تقريبا عرفت كل الحاجات اللي ينفع تترسم فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.